تاني على الهواء مباشرة. دايما بنبدأ معاكم في فقرة الصحافة، فسبحان الله النهاردة أنا كمان بستعرض معاكم أهم الأخبار الموجودة في الصحف الرسمية وغير الرسمية، فهنستعرض معاكم الأخبار وبعد كده ناخد تفاصيل كل خبر. نبدأ من جريدة الأهرام الصفحة الأولى: خارجية العرب يوافق على خريطة عمل مصرية لمواجهة الإرهاب. تاني خبر من الشروق الصفحة الأولى: السيسي يطلق مشروع مليون وحدة سكنية للشباب. من مصر اليوم صفحته الأولى: السيسي يعلن استقالته الثلاث ويقدمها الحكومة الأربعة. من الأخبار صفحة الرابعة: انتخابات الرئاسة على يومين منتصف مايو. الأخبار من صفحته الثالثة: الحكومة تدرس استخدام الفحم بمصانع الأسمنت لحل الأزمة. من مصر اليوم الصفحة الأولى: اشتباكات بالغاز والشماريخ بين الشرطة وإخوان جامعة القاهرة. أهرام من الصفحة الأولى: سقوط خلية اغتيال أمناء الشرطة بالشرقية. من الشروق الصفحة الثالثة: الأطباء والصيادلة يواصلون الإضراب والصحة تغازلهم بثلاثة قرارات. وأخيرا من الأخبار الصفحة الثالثة: سيول وأمطار رعدية في سيناء والوادي الكتيب. نبدأ بأول خبر معنا، وهو خارجية العرب يوافق على خريطة عمل مصرية لمواجهة الإرهاب. نقرأ تفاصيل الخبر: في ختام اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول العربية بالقاهرة أمس، وفي استجابة سريعة لاقتراح مصر لدعوة لعقد مؤتمر مشترك لوزارة الداخلية والعدل العرب للتصدي لظاهرة الإرهاب، أعلن صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية أن مراكش سوف تستضيف يومي الأربعاء والخميس المقبلين مؤتمر لوزراء الداخلية العرب لبحث الظاهرة واتخاذ خطوات عملية جماعية، فضلا عن إصدار قرارات قوية وصارمة لمواجهة هذه الآفة. وأعتقد أن دي حاجة مهمة جدا، وأن كل يعني كل العرب لما يتكاتفوا أكيد هنواجه الإرهاب، وأكيد الظاهرة دي يعني هتقف عند حدها. وكمان في الخبر ان في لكلمه نبيل فهمي وزير الخارجيه على قضيه الارهاب حظيت بقدر كبير من الاهميه، وطلب فهمي الدوله العربيه بضروره التواصل الى سياسات داخليه وخارجيه متناغمه من اجل اكتساس جذور الارهاب دون تردد ودون مهانه. واشاد متهيألي ده كمان رد على سحب السفراء من قطر، متهيألي سفراء الامارات والسعوديه، وفي نفس الوقت كمان اعلان السعوديه جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه. فمتهيألي ده ردا كمان ان خارجيه العرب بتوافق على خريطه عمل مصريه لمواجهه الارهاب. كمان في الخبر برضو حاجه مهمه جدا لفتت نظري، ان الدكتور نبيل العربي امين الجامعه العربيه باقتراح مصر، وقال ان الجامعه سوف تتابعه، يعني مش هيقفوا بس عند هم هياخدوا قرارات، ان هم هيتابعوه، مشيرا الى ان مجلس الجامعه اصدر في ختام اعماله قرار بادانه الارهاب والزام الدول الاعضاء باحترام القرار وتنفيذه. خلينا نروح لتاني خبر معانا من جريده الشروق: السيسي يطلق مشروع مليون وحده سكنيه للشباب. تفاصيل الخبر: اطلق المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي امس حمله من اجل شباب مصر لحل مشكله الاسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، بالاتفاق على انشاء مليون وحده سكنيه بالتعاون مع شركه اماراتيه والقوات المسلحه المصريه خلال الخمس سنين اللي جايين. وقال السيسي في خلال لقائه مع الامارات ان الخطوه دي الجاده لبدء حل مشكله الاسكان لذوي الدخل المحدود في مصر، تاتي بفضل الله عز وجل والعلاقات التاريخيه الوطيده بيننا وبين الامارات. ووقعت الشركه كمان بروتوكول تعاون مع الشركه الاماراتيه لانشاء وتمويل المليون وحده، وقالوا ان هو هيتم البدء في تنفيذ التصميمات حتى يتم انجاز 200,000 وحده سنويا، مضيفا كمان ان قيمه الوحده ستكون منافسه جدا، وكمان هيقدم العديد من البنوك تيسيرات لراغبي تملك الوحدات. وقالت مصادر عسكريه ان الجيش كمان هيتبرع بالارض، ولتصميمات المشروع هتوفر 25% كمان ومفروض ان تسهيلات من البنوك في عمليه السداد، مشيرا ان السداد سيكون من 10 ل 20 سنه، والكلفه النهائيه للوحده ستكون خاضعه للمساحه النهائيه والمكان والدور، والمفروض ان المقدم هيكون ما بين مقدم شقه يعني من بين 10 ل 20 ألف جنيه. وكمان التقسيط هيكون من 15 ل 20 سنه، فده حاجه برده كويسه وهتساعد الشباب كتير جدا. هناخد الخبر الثالث من المصري اليوم: السيسي يعلن استقالته للثلاثاء ويقدمها للحكومه الاربعاء. قال مصدر مطلع ان المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
سيلقى خطابا مهما غدا يعلن من خلاله أن يتقدم باستقالته الثلاثاء كوزير للدفاع تمهيدا لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن أعطى إشارات واضحة خلال خطابا له قبل عدة أيام على أنه لن يدير ظهره لمطالب الشعب المصري. وأضاف المصدر كمان أن في تصريحات خاصة جدا للمصر اليوم أن خطاب المشير سيعلن فيه استجابته لمطالب الشعب وسيتعرض خلاله للتحديات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي والوضع الأمني في ظل تهديدات الإرهاب، مشيرا إلى أن المشير السيسي لن يعلن ترشحه للرئاسة ببدلته العسكرية ولكن بزي مدني. وكمان ان من المنتظر النهارده ان يرأس المشير السيسي المجلس الاعلى للقوات المسلحه في اجتماع لهذا الغرض بحد اقصى النهارده تقريبا، هيحدد من خلاله اسم وزير الدفاع الجديد حسب نص الدستور الذي يشترط موافقه المجلس الاعلى للقوات المسلحه على اسم وزير الدفاع الجديد. نروح للاخبار وصفحته الرابعه، الانتخابات الرئاسيه على يومين منتصف مايو. تالي الأخبار فردة صفحة كاملة عن اللجنة العليا تعلن انطلاق سباق انتخابات الرئاسة في اجتماعها غدا، والأخبار بتكشف أسرار تحسين قرارات اللجنة الرئاسية، والرئيس لم يفصل في الأمر بسبب الحرج وترك القرار لمجلس الوزراء. مذكرة المحكمة العليا بدستورية التحسين وعدم جواز الطعن عليها حسمت الأمر. كشفت مصادر قضائية بالأخبار بأنه من المتوقع أن يتم فتح باب الترشح، عايز بس أحط كم ثلاث خطوط تحت، من المتوقع أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد منتصف مارس الحالي، وأن تجرى الانتخابات على يومين متتاليين بعد منتصف مايو. لحد دلوقتي برضو هي كلمات يعني مش عارفة أقول إيه بالظبط، بس لحد دلوقتي يعني من المتوقع أن يتم باب الترشح، لحد دلوقتي ما فيش أي أخبار معلنة صريحة. وصرح المستشار دكتور حمدان فهمي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والرئاسية والمتحدث الرسمي باسمها بأنه سيتم اليوم عقد اجتماع برئاسة المستشار أنور العاصي رئيس اللجنة وبحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية الإدارية والمحلية لبحث الإعداد للانتخابات الرئاسية وآليات التواصل بين اللجنة والوزارة بشأن الأدوات والأجهزة اللازمة للعملية. وكمان حول قضية التحصين، عشان بالتالي دي قضية مهمة جدا وبتشغل الرأي العام في مصر، تحصين قرارات لجنة الانتخابات. أكد المحكمة الدستورية العليا واتفق معها فقهاء الدستور والقانون على أن تحسين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قرار دستوري وقانوني ولا مكان للطعن عليه. طيب الخبر من الأخبار الصفحة الثالثة هيكون معاكي برضو يا دينا. بالظبط، ده من الحكومة، هقول لك حالا دلوقتي، خلينا نروح بالظبط. حكومة محلب، الحكومة تدرس استخدام الفحم بديلا للغاز لمواجهة نقص طاقة. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار الأسمنت، وطلب بضرورة حل مشكلة الطاقة للمصانع من خلال دراسة استخدام الفحم مع مراعاة المواصفات والاشتراطات العالمية بما يضمن المحافظة على البيئة، وطلب من وزيرة البيئة مراجعة المواصفات الأوروبية لتطبيقها في مصر خلال أسبوعين. وده يمكن في الاجتماع اللي عقده رئيس الوزراء امس لمناقشه اسباب ارتفاع اسعار الاسمنت بحضور وزراء التجاره والصناعه والاستثمار والبيئه والبترول والكهرباء والطاقه ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس شعبه صناعه الاسمنت. هناخد اخر خبر من المصري اليوم الصفحه الاولى، اشتباكات بالغاز والشماريخ بين الشرطه واخوان جامعه القاهره. وقعت اشتباكات عنيفة أمس بين قوات الشرطة وطلاب منتمين لجماعة الإخوان في جامعة القاهرة بعد تنظيم طلاب الإخوان مسيرة خارج الحرم الجامعي وإشعالهم النيران في سيارة إحدى القنوات الفضائية. وأطلق قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق الطلاب وإجبارهم على العودة للحرم الجامعي، فيما رد طلاب الجامعة بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية في مواجهة الشرطة. وده كان اخر خبر معانا النهارده في فقرتنا في الصحافه، فاتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا من فقرتنا اللي بنحاول نستعرض فيها اهم الاخبار اللي بتشغل الراي العام في مصر والمجتمع كمان. فخلينا نبدا على طول معاكم ونستعرض معاكم دلوقتي حالا الفقره اللي تم تسجيلها مع محافظ الاقصر مع سمير ناصر.